السيسي يؤكد أن بطولة أفريقيا ستخرج بالشكل الذي يليق بمصر ويشيد بالإجراءات التنظيمية. منتخب مصر يستهل مشواره في بطولة الأمم الأفريقية بالفوز على زيمبابوي. ترامب يحذر من حرب إبادة ضد إيران ويتجه لتعيين مارك إسبر وزيرا للدفاع. السادسة صباحا الرابعة بتوقيت غرينتش، موجز إخباري يأتي حضراتكم من القاهرة، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تعمل على توفير كل ما يمكن لإنجاح بطولة الأمم الإفريقية بما يليق مع اسمها وتاريخها في القارة. وأوجه الرئيس التحية لمنظمي البطولة بعد الانتهاء من جميع الاستعدادات، وذلك خلال 4 أشهر فقط، حيث تم رفع كفاءة جميع الاستعدادات والمنشآت ووضع إجراءات جديدة خاصة بحجز التذاكر. وأكد الرئيس السيسي أن هذه الإجراءات تعد فرصة من أجل عودة الجماهير لبطولة الدوري أو الكأس بهذا الشكل الحضاري. استهل المنتخب المصري مشواره في بطولة الأمم الإفريقية بالفوز على زيمبابوي بهدف نظيف، وسجل هدف المباراة الوحيد محمود حسن تريزيجي في الدقيقة 42، وذلك من الشوط الأول. ويتواجد المنتخب الوطني ضمن المجموعة الأولى لأمم إفريقيا، والتي تضم إلى جانبه كل من الكونغو وأوغندا وزيمبابوي. نفى اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة الليبية إصدار أمر بتنفيذ عملية عسكرية نوعية في مطار معتيقة، الذي توقفت فيه حركة الملاحة الجوية لساعات إثر سقوط قذائف مجهولة المصدر. أعلن تحالف العربي في اليمن أن القوات الجوية اعترضت طائرتين بدون طيار انطلقتا من صنعاء، مؤكدا تدميرهما بالأجواء اليمنية. وأكد متحدث باسم تحالف العقي التركي المالكي على حق التحالف المشروع في اتخاذ وتنفيذ إجراءات ردع مناسبة لهذه الأعمال العدائية والإرهابية. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم اختيار مارك إسبر وزيرا للدفاع. ومن جهة أخرى أكد ترامب في لقاء تلفزيوني أنه لا يسعى إلى حرب مع إيران، لكنه حذر من أن الصراع إذا حدث فسيؤدي إلى إبادة بحسب تعبيره. ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن زعيم كيم جونغ أون ورئيس الصين شي جينغ بينغ بحثا سلسلة من الخطط، وذلك لتعزيز التعاون بين البلدين. وقالت الوكالة إن الزعيمين أجريا مباحثات بشأن سياسات داخلية وخارجية رئيسية. انتهى الموجز الإخباري. لمزيد من الأخبار تابعوا دوما موقعنا الإخباري xnews.tv. إلى اللقاء.